تجعلني أندم على هذا. فين؟ لحظة. سامحني تينيسن، إن الأسرة أهم. حسناً، الخطة قد فشلت. حزام الأمان يوصلك بسلام. أو أوكي، أنا أشعر بتعب عظيم. أتخيل أصواتاً، إنه صوت سيارة، صح؟ أعطني المنظار يا جدي. أو لا، تبدو كسيارة لابرانج وسيارة شخص آخر. علينا إخبار بن. نحن محظوظان، يمتد الصوت عبر السور العظيم. لو نادينا بأعلى صوت يمكن أن يسمعنا بن. ألو بن، رأينا لابرانج يتسابق مع شخص آخر. أنتما تحبطان أفكاري المسلية. أجل، تقريبا تقابلنا منذ قليل. أكانوا يعبرون من قرية صغيرة؟ أظنهم متجهين نحو السور. هذا صحيح، لابرانج قال سيعبران حول القرية قبل القفزة باتجاه المنحدر وفوق السور. يمكنني اللحاق بهما عند عودتهما. لحظة، أقلت منحدرا؟ أجل بن، المنحدر لن يحتمل كل الثقل. لو حاولوا القفز سيصدمون ويحطمون الجدار. الناس هنا سوف تتأذى. سأبعد الناس عن السور، ولكن يجب عليك إيقافهم. أهلا بعودة لاجرانج. أخيرا سباق حقيقي. لا بد من إبعادك. الطريق مغلق. ها، بسيطة، مستحيل إيقافنا الآن. أراك على خير. بن اسمعني، ليس هناك وقت لي. هل أنت بخير؟ المخادع خدعني مرة أخرى. أنا غاضب وسأحطم كل سيارة ليس سيارتي طبعا. فلتهدأ يا فين، ليس لدينا وقت. لاجرانج سيحطم السورة ويؤذي الناس. أرجوك ساعدني لنوقفه. لاجرانج لا يستحق أن يكون من أسرتك. حسنا، أنت تلعب على موضوع حبي للأسرة لأساعدك، لكن لعبتها صح. مش معقول، صدق كلام الأسرة. مستحيل، علينا الاقتراب منه أكثر. فين، أريد دعماً أسرياً أرجوك. الولد المزعج وأبو عضلات، حان وقت السباق الحقيقي، والآن قوة النيترو الممنوعة. ابتعد كثيراً، لن نمسكه. سوف يدفعني للشر. أنوار الليلية. الأنوار الليلية ستشعره بالنعاس. تمسك يا صغير. أنا أشم رائحة الفوز. قفزتي ستكون أسطورية. لاجرانج، لحقوني، لكن كيف؟ نتقابل بعد الفوز يا شباب. سامحني يا صغير، لكن السيارة لن تحتمل. يجب أن نجد طريقة لإبطائه أو اللحاق به. لحظة، فين؟ النيترو، ألديك عبوة ثانية؟ نعم، لكن مستحيل، ستنفجر السيارة. أنا لن أنفجر، هات العبوة. تفضل يا أخي. ما هذا؟ ماذا تفعل؟ لقد كنت على وشك القفز. لا تخف، لدي فكرة. جدي، جوين، فاتكم الكثير. قضيت على لاجرانج، ركبت سيارة فين، وطرت أيضاً على عبوة نيترو، وأعتقد أنني تقريباً أنقذت الجميع. لن تتعلم الدرس أبداً يا بن. لما؟ يا ولد، لقد كنت شجاعاً. قلت أنا الشجاع. قال كنت يا بن، يعني في الماضي. وأنت لديك أسرة رائعة. شكراً، كلام غريب من شخص أغرب، لكن أشكرك. والآن حان وقت تسليم المخادع للشرطة. سلام. واو، فعلاً يعمل بخدمة المجتمع. كول، مش معقول. لنكمل إصلاح الشاحنة ونأكل الفطائر، أنا جائع. أقود أنا؟ عمرك 10. لكني أقود دائماً. أجل، وأنت فضائي.